بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناة ربي زدني علما. سنتابع معكم اليوم إن شاء الله دروس مادة القراءة بالحصة الثانية من نص البلبل والمرأة العجوز، ونبدأ بالكلمات البصرية التي شاهدناها في الحصة الأولى. اليوم إن شاء الله سوف نركبها في جمل مفيدة. إذن لدينا الكلمة البصرية الأولى حول، الجملة حام البلبل حول المنزل. حام البلبل حول المنزل. الكلمة الثانية عادتي، الجملة عادت الممرضة مسرعة. عادت الممرضة مسرعة. الكلمة الثالثة كثيرا، الجملة أحب أبي وأمي كثيرا. أحب أبي وأمي كثيرا. والآن أحبائي الصغار، نمر لقراءة المشتركة. أنا القط أمو، أخرمش وألعب. وأنا العصفور أغرد، أزقزق لا أتعب. وأنا الأسد أركض، أزأر وأرعب. وأنا الفأر أقرض الحبل وأهرب. إذن بعد قراءة المشتركة أطلب منكم أن تقرؤوها وتجيبوا عن الأسئلة التالية. ماذا قال القط؟ ماذا قال العصفور؟ وماذا قال الأسد؟ وماذا قال الفأر؟ سنمر للأجوبة. قال القط: أنا القط أمو، أخرمش وألعب. قال العصفور: وأنا العصفور أغرد، أزقزق لا أتعب. قال الأسد: وأنا الأسد أركض، أزأر وأرعب. وقال الفأر: وأنا الفأر أقرض الحبل وأهرب. إذن أحبائي الصغار، قبل البدء في قراءة النص في الحصة الثانية لا بد من طرح بعض الأسئلة والإجابة عنها. مثلا: ما هو عنوان النص؟ ما هو عنوان النص؟ عنوان النص هو البلبل والمرأة العجوز. عنوان النص هو البلبل والمرأة العجوز. سؤال آخر: من هو كاتب النص؟ من هو كاتب النص؟ كاتب النص هو طلال حسن. ونجد اسم كاتب النص دائما بعد السطر الأخير من النص. سؤال آخر: ما هي شخصيات هذا النص؟ شخصيات هذا النص هي البلبل والمرأة العجوز. سؤال آخر: متى يذهب البلبل إلى الحديقة؟ متى يذهب البلبل إلى الحديقة؟ جواب: يذهب البلبل إلى الحديقة عند الغروب. يذهب البلبل إلى الحديقة عند الغروب. سؤال آخر: ماذا يجد البلبل فوق المقعد؟ ماذا يجد البلبل فوق المقعد؟ يجد البلبل فوق المقعد كمية من الحبوب وكوب ماء. يجد البلبل فوق المقعد كمية من الحبوب وكوب ماء. سؤال آخر: من التي تطعم وتسقي البلبل؟ من التي تطعم وتسقي البلبل؟ جواب: المرأة العجوز هي التي تطعم وتسقي البلبل. المرأة العجوز هي التي تطعم وتسقي البلبل. سؤال آخر: لماذا اختفت المرأة العجوز؟ لماذا اختفت المرأة العجوز؟ جواب: اختفت المرأة العجوز
لأنها مريضة. اختفت المرأة العجوز لأنها مريضة. سؤال أخير، ماذا فعل البلبل عند اختفاء المرأة العجوز؟ ماذا فعل البلبل عند اختفاء المرأة العجوز؟ عند اختفاء المرأة العجوز بدأ البلبل بالبحث عنها، حلق وحام حول المنزل، ثم رآها من شباك غرفتها وهي ممدودة، إنها مريضة. بدأ يغرد بأعلى صوته كأنه يقول لها، أنا في انتظار عودتك. والآن سنمر لقراءة النص. البلبل والمرأة العجوز. في كل يوم عند الغروب أذهب إلى حديقة منزل في القرية، فأحط على مقعد فوقه كمية من الحبوب وكوب ماء، وليس بعيدا عني تجلس امرأة عجوز تنظر إلي ولا تتحرك. ذات مساء ذهبت إلى الحديقة فلم أجد الحبوب ولا كوب الماء ولا المرأة العجوز. التفت حولي قلقا، أنا لا تهمني الحبوب ولا كوب الماء، المرأة العجوز هي الأهم بالنسبة لي. حلقت حول المنزل أبحث عنها، ووقفت فوق شباك غرفتها فرأيتها، إنها مريضة. ورفعت رأسي وأخذت أغرد بأعلى صوتي وأقول لها، إني أنتظرك. نمر الآن لنشاط أفهم. السؤال يقول، أضع العلامة في، يعني هذه العلامة في الخانة المناسبة. إذا نبدأ بالسؤال الأول، يذهب البلبل إلى حديقة البيت. يعني احنا باش نجاوبوا على هذه الجملة خصني نطرح سؤال، متى يذهب البلبل إلى حديقة البيت؟ هل عند الفجر، عند الغروب، في الصباح؟ إذن في البداية النص قيل لنا بأن البلبل يذهب إلى حديقة البيت عند الغروب، إذن نضع علامة هنا، علامة في هذه الخانة. السؤال الثاني، ماذا كان يجد البلبل على المقعد؟ ماذا كان يجد البلبل على المقعد؟ إذن قال لك يعني ماذا كان يجد البلبل عندما يذهب إلى الحديقة فوق المقعد. لدينا هنا كوب ماء، كوب عصير، كوب لبن. طبعا عندما كان يذهب البلبل للمقعد كان يجد الحبوب، بالإضافة إلى الحبوب كان يجد كوب ماء. إذن نضع العلامة في الاختيار الأول، كوب ماء. السؤال الثالث يقول، من يحكي القصة؟ من يحكي القصة؟ هل البلبل، المرأة العجوز، أو العصفور؟ إذن القصة تحكى على لسان البلبل، إذن البلبل هو الذي يحكي القصة، إذن نضع العلامة هنا. إذن أحبائي الصغار نمر لنشاط آخر. لاحظوا معي جيدا هذه الجملة، أخذ الفأر الصغير يقدم ويقدم. أخذ الفأر الصغير يقدم ويقدم. إذن هذه الجملة توجد في حكاية الأسد والفأر. إذن نلاحظ هنا بأن لدينا كلمة مكررة مرتين وهي يقدم. إذن لاحظوا جيدا، يقدم ويقدم. الآن سنعود لنص البلبل والمرأة العجوز ونبحث عن جمل مثل هذه الجملة. بعد قراءة النص مرة أخرى نجد الجملة التالية، حلقت وحلقت حول المنزل،
حلقت وحلقت حول المنزل. بعد ذلك نجد جملة أخرى وهي وأخذت أغرد، أغرد بأعلى صوتي، وأخذت أغرد، أغرد بأعلى صوتي. إذن بعد التعرف على هاتين الجملتين أطلب منكم الآن أن تكتبوا ثلاث جمل وضعوها في تعليق أسفل الفيديو لكي أصححها لكم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.